في قصف بدأ دلوقتي حالا اهو احنا عندنا يعني اللي بنعرضه دلوقتي على الشاشة. طبعا كلامي للدكتور طارق فهمي ولسيادتكم كمشاهدين ومشاهدات، في عملية قصف بتتم الآن على قطاع غزة. دي صورة مباشرة من القطاع بنعرضها على حضراتكم. طيب حضرتك دكتور طارق قلت انه مع تولي حكومة من العسكريين ده هيبقى شيء شديد الخطورة طبعاً الصراع القائم حاليا، لكن ده هيخليني افكر مع حضرتك بصوت عالي، في ظل ما يحدث الان من قصف لقطاع غزة وفي نفس الوقت اظن انه هناك ارتفاع رفيع المستوى عالي وغير مسبوق لدى المقاومة الفلسطينية بعد ما تم عمله من طوفان الاقصى من صبيحة امس وحتى هذه اللحظة، لكن واضح انه العملية هي خارجة عن الشكل العام للعمليات النوعية للمقاومة حتى في خلال ال 75 سنة اللي فاتت. صحيح. وبالتالي شكل العملية مختلف، شكل التنفيذ مختلف، توسعة نطاق المواجهة ال 21 نقطة في نفس ذات اللحظة، الدخول للمستوطنات في حد ذاته وكأنهم يبعثون برسالة مباشرة للمستوطنين بأنه هذه الأرض لم تعد آمنة لكم على الإطلاق.